دلوقتي خلينا نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار النهارده. أخبار كتير هتحصل النهارده، من بينها إنه هينطلق مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32 داخل دار الأوبرا المصرية، وبيبدأ حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بالنشيد الوطني، ثم يتم خلال الحفل تكريم 19 فنان ومبدع. وبتتضمن الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية 48 حفل غنائي وموسيقي، ويحيي الفعاليات 78 مطرب ومطربة. النهاردة أيضاً هيعقد المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر بحضور حسام حسن المدير الفني في تمام الساعة 5 مساءً داخل القاعة المخصصة للصحفيين باستاد القاهرة الدولي للحديث عن مواجهة موريتانيا ضمن تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب. وبيبدأ المران الختامي لمنتخب مصر في تمام الساعة 5:30 مساءً، وبيسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة فقط من التدريب. لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع 10 مباريات قوية في إطار الجولة الثالثة من تصفيات دوري الأمم الأوروبية، من أهمها مباراة منتخب إنجلترا مع منتخب اليونان الساعة 10:15 ليلاً، ومباراة منتخب إيطاليا مع منتخب بلجيكا الساعة 10:15 أيضاً.